أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، إن شاء الله اليوم الدرس الثاني أو الدرس الثاني، الاقتداء في الخير. الاقتداء في الخير. في الدرس الماضي تحدثنا عن أن الله عز وجل أعطى للإنسان عقل يفكر فيه، وهذا الدرس بيتحدث عن نفس هذا الأمر، على جزئية أعمال على جزئية إعمال الإنسان لعقله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. في هذا الحديث أولا معاني مفردات كلمة إمعة. إمعة هو الشخص الذي يتصرف تصرفا غير صحيحا، أو الشخص الذي يقلد الآخرين تصرفا غير صحيحا، تمام؟ يعني لا يفكر بعقله، لا يعمل عقله، ده معنى كلمة إمعة. كلمة وطنوا أنفسكم، وطنوا من التوطين، من الوطن، وطنوا أنفسكم. الله عز وجل بيقول لك حكم عقلك، اختار المكان الذي تكون فيه، اختار الصواب، تمام؟ يعني تختار أي مكان تضع فيه نفسك، هل مع الذين يعملون عقولهم ويفكرون قبل أي شيء يفعلونه، أم مع الذين لا يعملون عقولهم ويسيروا مع الناس دون أن يفكروا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن كذا نقطة. أول شيء بيتكلم على أن المؤمن يجب أن يكون مستقل الشخصية. أنت كإنسان مسلم، الله عز وجل أنعم عليك بنعمة العقل، والله عز وجل جعل لك حرية الاختيار في كل شيء، حتى حرية الاعتقاد، حرية الدين. يقول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تمام؟ لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل يقول لك فكر بعقلك. طيب، لما الله عز وجل يعطيك حرية الاختيار حتى في دينك، فما بالك بالأمور الخاصة بحياتك؟ ولذلك الله عز وجل معظم خطاباته أو معظم الكلمات التي تحدث بها مع الإنسان في القرآن بيتحدث بلغة العقلاء، يقول لقوم يعقلون: يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول، أفلا تتفكرون. تفكر، التفكر بيكون عن طريق التفكير، عن طريق العقل. أفلا ينظرون، ينظرون معناه أنك تنظر وتفكر فيما تنظر إليه، تمام؟ ده أول جزئية، أن الله جل أوجد لك العقل، والله عز وجل شرف الإنسان بأنه حمل أمانة الحفاظ على هذا، على تعمير الأرض، وعلى الحفاظ على رسالة الدين. الله جل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. خافوا إن هم يحملوا هذه الأمانة، ولكن مين حملها؟ وحملها الإنسان، تمام؟ طيب، أنت كإنسان المفروض تفكر، عندك عقل تفكر فيه في كل شيء، تفكر فيما تراه، فيما تسمعه، فيما تقوله، هل هو صحيح أم هل هو خطأ، تميز بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، تمام؟ لا تتبع الآخرين بدون أن تفكر، يعني تقلد الآخرين تقليدا أعمى، تقليدا دون أن تفكر، تمام؟ ولذلك يجب أن يكون عندك شخصية مستقلة بنفسك، أنت اللي تتحكم في تصرفاتك، لأنك ستحاسب على هذه التصرفات. يبقى دي أول جزئية، أن المؤمن مستقل بشخصيته. رقم اتنين، التقليد الأعمى، أو الفرق بين التقليد الأعمى والتقليد غير الأعمى. التقليد الأعمى رقم اتنين، التقليد الأعمى اللي احنا بنسميه تقليد، والتقليد الغير أعمى. يعني ايه تقليد الأعمى؟ هو أن تفعل مثل ما يفعل الآخرين دون أن تفكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا. طيب، ده أول نوع معانا، وده تقليد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق عليه أو يسمى بالتقليد المذموم، يعني التقليد الغير محبب أو الغير محمود، تمام؟ أو الذي رفضه الله عز وجل. ليه؟ لأنك بتتبع بغير دليل عقلي أو حسي، بدون أن تفكر. ولذلك الله عز وجل ذم، يعني تحدث عن هذا النوع بطريقة
صعبة جدا في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني إيه الكلام ده؟ الله عز وجل بيقول أن أكثر الناس يوم القيامة موجودون في جهنم سيكونوا من الجن والإنس. طيب أكثر هؤلاء الجن أو الإنس اللي موجودين في جهنم هم أشخاص لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفكرون، لا يفهمون، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لا يستخدموا حواسهم، لا يستخدموا التفكير. هؤلاء الأشخاص الذين أغلقوا عقولهم كأنهم كالأنعام، بل بالعكس، بل هم أضل من الأنعام. ليه؟ أنت عندك عقل وما استخدمته، أما الأنعام لا يوجد عندها عقل، فلا تستطيع أن تختار قرارها أو تختار حياتها. ده الجزئية التانية. الجزئية الاتباع بقى، احنا قلنا التقليد، الاتباع هو اتباع الخير، يعني انك بتقلد الانسان في اعمال الخير فقط، واعمال الشر تفكر قبل ان تفعلها. تمام؟ يعني انت بتتبع غيرك لكن بتفكر هل هذا صح ام خطأ، فاذا كان صح او صواب بتكمل معه، واذا كان خطأ بتبعد عنه. فقلنا تقليد الشر واتباع الآخرين فيما يضر دون تفكير، مثل تشبه الرجال بالنساء والعكس، والكثير من الأمثلة، وده طبعا حكمها لا يجوز أو نهى الإسلام عنها. واتباع الخير هو اتباع الآخرين فيما يعود بالنفع، مثل العمل التطوعي، وحكمه يجوز أو أمر الإسلام به. تمام؟ طبعا ينقاد لزملائه في كل التصرفات، أعارض، تحب تقليد الأخريات، أعارض، يقرر عبارات وألفاظ غير مناسبة، أعارض. تمام؟ لأن كل هذه الأشياء بيعطل بها الإنسان، بيعطل بها عقله، وبيفعل بها معصية الله عز وجل. الأمر اللي بعد كده، أنت كإنسان المفروض يكون عندك إيجابية. يعني إيه إيجابية؟ إيجابية يعني أنت يكون عندك الدافع بدون أن يطلب منك أحد، أنت اللي بتتحرك، انت اللي بتفكر، انت اللي بتشوف اللي بتعمله صح او خطأ، يعني لا تنتظر الامر من شخص. والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نعمل عقولنا وان نتبع الحق ونترك الباطل. يعني انت بتعمل زي الناس، بس فكر اللي بتعمله ده صح ولا خطأ. لو صح كمل فيه انك هتاخد حسنات، لو خطأ توقف واتركه. ليه؟ لانك هتاخد سيئات، فلما تتركه الله عز وجل يبدل هذه السيئات بالايه؟ بالحسنات. تمام؟ فيجب على المسلم ان يتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل على الخير في الدنيا، بأن يرفع مقامه، والله عز وجل يرفع مقامه في الدنيا، يحترمه الناس في الدنيا، ويقوم أو يستطيع بعمل الخير ويحسن إلى الناس، وأيضا في الآخرة يحصل على الجزاء العظيم من الله تعالى، لأنه أحسن في وقت كان الناس فيه يسيئون إلى بعضهم. هنا بعض الأدلة، ومطلوب منا إنك تستخرج الدليل أو تستخرج الأمر أو النهي اللي موجود في هذا الحديث. أول شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بضبط النفس والتحكم في النفس، تمام، وعدم الغضب. الحكمة للحد أو لتقليل من الخلافات. الأمر الثاني قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله عز وجل أمرنا ألا نعتدي على، أو أمرنا أن نحسن إلى غير المسلمين ولا نعتدي عليهم، خاصة إذا كانوا يسكنون في بيوت، أو إذا كانوا مسالمين لا يعتدون علينا. تمام؟ ليه؟ حتى نستطيع أن نتعايش سلميا في المجتمع ويستقر المجتمع. الأمر التالي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إلى آخر الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحاسد، عن التباغض، عن الكراهية، عن الحقد،
نهى عن كل هذه الأشياء. ليه؟ لأن هذه الأشياء بتساعد على عندما نتوقف عن هذه الأشياء بالطبيعي أن ينتشر المحبة ويتماسك المجتمع ويتقدم المجتمع. طيب، استخدام الإنترنت في التعلم والبحث العلمي، ده عمل مفيد، عمل نافع فأتبع. طيب، نشر الأخبار دون تثبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا أتبع. ليه؟ لأن المفروض تعمل عقلك، هل ده صح أم خطأ، تتأكد الأول. اتفق زملائي على الغياب الجماعي عن المدرسة، طبعا تصرف خطأ فلا أتبع. اشترط ما يلزمها من حاجيات، يعني حاجيات يعني الاحتياجات أو الأساسيات اللي هي مطلوبة منها، طبعا تتبع، إن هي بتعمل عقلها، بتشتري على قدر حاجتها فقط وليس بزيادة. اتفق زملائي مع المعلم على زراعة ساحة المدرسة، عمل صالح، عمل يفيد الناس، يفيد المجتمع، تبقى اتبع. طيب، آثار أو نتائج اتباع الناس في فعل الخير، وآثار اتباع أو تقليد الناس في فعل الشر. خلينا متفقين في جزئية إن الخير اسمه اتباع، أما الشر اسمه تقليد. تمام؟ يعني إيه تقليد يا شباب؟ يعني لو أنت مثلا جبت شيء، مثلا يقول لك إن الجهاز ده مقلد، يعني مقلد نفس إمكانيات الأصلي أو نفس شكل الأصلي، مفيش أي جديد عليه، تمام؟ حتى بنفس عيوب، ده اسمه التقليد. فآثار اتباع الناس في فعل الخير، أول شيء الإنسان بيثق بنفسه، ثقته الكبيرة بنفسه، ثقة الناس به. الأمر الثالث انتشار الأخلاق الفاضلة، صلاح المجتمع وتماسكه، قوة وترابط المجتمع، رضا الله عز وجل، دخول الجنة، كسب الحسنات، كل هذه الأشياء من آثار اتباع الناس في فعل الخير. أما آثار تقليد الناس في فعل الشر، طبعا خسران الثقة بنفسه، هيخسر الثقة بالآخرين، والآخرين هيخسروا الثقة به، يعني هيفقد الثقة بينه وبين الناس. ينتشر الأخلاق السيئة في المجتمع، تفكك المجتمع، انتشار الحقد والكراهية والبغضاء في المجتمع، ضعف المجتمع وهلاكه، غضب الله عز وجل، أخذ السيئات، دخول النار، كل هذه الأشياء أيضا من آثار تقليد الناس في فعل الشر. طيب، هنا ملخص للدرس اللي هو نظم مفاهيمي. أعمال الناس بتنقسم إلى حسنة وسيئة. الحسنة واجب المسلم أن يقتدي بها، أما السيئة واجب المسلم لا يقتدي بها. أثر الاقتداء بها، إحنا قلنا من شوية، إحنا اكتفينا باثنين، نشر الأخلاق الحسنة وتماسك المجتمع. وأثر الاقتداء بالسيئة، قلنا هنا اثنين، نشر الرذائل، الرذائل هي الأخلاق السيئة وتفكك المجتمع. هنا الله عز وجل ضرب لنا أو ذكر لنا آية بتتكلم عن قوم سيدنا صالح اللي هم قوم ثمود. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هنا في كذا معنى نقف عندهم. أول شيء معنى قرناء، قرناء هو جمع قرين، والمقصود به هو الصاحب أو الصديق. تمام؟ زينوا من الزينة، تزيين شيء، يعني بتجمل الشيء حتى يخرج في أفضل شكل. حق عليهم القول، هي ثبت عليهم العقاب ووجب. طيب، أسباب ضلال قوم سيدنا صالح، أنهم اتبعوا أصدقائهم أو زملائهم اللي هم قرناء، قرناء السوء، فزينوا لهم، يعني جملوا لهم معصية الله عز وجل، حسنوا لهم معصية الله عز وجل، فعندما عصوا الله عز وجل لم ينفعوهم. يبقى التقليد الأعمى لقرناء السوء دون أن يفكروا أن ما يفعلوه هو طاعة لله عز وجل أم معصية لله عز وجل. طيب، مهمة قرناء السوء، احنا سألين حالا، اللي هي التزيين للإنسان الباطل، إنه بيزين للإنسان الباطل، بيغويه، بيضله، بيوسوس له. طيب، دلالة قوله تعالى وحق عليهم القول، أي ثبت عليهم العقاب أو أنهم استحقوا عقاب الله عز وجل. آخر سلايد معنا، يكون المسلم قويا إن اتبع شرع الله تعالى، صح، بيكون قويا في الدنيا إنه بيكسب
رضا الله عز وجل وثقة المجتمع، وبيأخذ الأجر والحسنات في الدنيا كذلك في الآخرة، دخول الجنة ورضا الله عز وجل. الأمر الثاني، المسلم الحق يعمل ما يرضي الله تعالى. طبعا صح، الإنسان المسلم الذي فعلا يستحق دخول الجنة هو ما يرضي الله عز وجل. رفض مشاركة زملائه احتجاجهم على إضاءة المدرسة، خطأ، لأنه عمل خطأ يضر بزملائه ويضر بنفسه وأيضا بيضر بالمدرسة. طيب، عبر بأسلوبك عن خطورة تقليد الناس لتصرف وقتهم دون إعمال العقل في الحكم عليها. دي قلناها من شوية، اللي هو بيقع في الضلال، يخسر احترام الناس، ثقته بنفسه، ثقة الناس به، تسوء سمعته وسط الناس، يساهم في نشر الرذائل وضعف المجتمع. وبهنا يا شباب نكون قد انتهينا من الدرس الثاني، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، وإن شاء الله نلتقي في حصة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.